الخير عليكم مشاهدينا الكرام من داخل مدينة العالمين في مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية. بنتابع مع بعض الفعاليات. الحقيقة فعاليات المهرجان كبيرة قوي وفي إقبال جماهير كبير من كل أنحاء العالم. وخلينا نقول إن في حاجات ترفيهية كتير جدا، في ألعاب، في مسابقات، في فعاليات، وكمان في أغاني وحفلات غنائية وعروض مسرحية. تابعوا معانا علشان نعرف كل التفاصيل وكل الكواليس داخل مهرجان العالم عالمين. مدينة العالمين مشروع رائع يعني من مصر، ومن اللي احنا شايفينه بتتميز بحاجات كتير، الشواطئ طبعا، المول والابراج. يعني احنا طبعا لسه ما تكملتش يعني كمدينة، ولكن هو مشروع ناجح يعني الحمد لله، والدولة مساعدة جدا يعني في المشروع، مشروع رائع الصراحة يعني. طبعا المنطقة متطورة طبعا وفيها فعاليات كويسة جدا، يعني احنا كل الصيف كمان بنتفاجئ بفعاليات افضل وانشطة اكتر. لا صراحة رائعة يعني، يعني كل سنة بتتغير طبعا، وبالذات الشواطئ بتاعتها، الفعاليات، المدينة الترفيهية، الحفلات اللي بتحصل كل سنة. لا طبعا احنا مبسوطين جدا يعني، كل صيف طبعا لازم نيجي. اول مرة اجي العالمين، مبسوط جدا، مبسوط ان ماما وبابا جابوني. صراحة مدينة العالمين حلوة قوي وديكور فيها حلو، وصراحة اتعمل تقدم لمصر حلو قوي. العالمين دي روعة 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 حقيقة، حلوة جدا. المنظر والطبيعة جميل قوي، والمهرجان اللي فيه كمان حلو.